180 مليون جنيه ترصدها الإمارات لبناء وتطوير 100 مدرسة في مصر. افتتاح مدرسة الشيخة فاطمة بنت مبارك التجريبية للغات كان محطة الإمارات ضمن طريقها في المشاريع التنموية داخل مصر. جزء من عمل كبير جدا وعطاء كبير جدا من دولة الإمارات الشقيقة في تعاونها ودعمها لمصر في هذه المرحلة الدقيقة في تاريخها المعاصر كله. تركيز هذا النموذج الفريد دائما على الخدمات التعليمية وتطويرها، حيث تعمل سمو الشيخة فاطمة بشكل دؤوب من أجل تمكين المرأة وتحسين حياة الطفل والاهتمام بالأسرة وبجيل الشباب. ممثلة عن الشيخة فاطمة إحدى زوجات الرئيس الإماراتي الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان أم الإمارات كما يلقبها الإعلام، جاءت الدكتورة ميثاء الشامسي لافتتاح المدرسة. هناك تضامن بين شعب دولة الإمارات والشعب المصري. قالت نحن إخوة ولن نتخلى عن إخوتنا في أي ظرف وتحت أي ظرف، فيجب أن نهب لنجدتهم. وأول ما فكرت في سموها هو بناء المدارس، لأنها تعلم أن التعليم هو أولوية في بناء الشعوب وتنميتهم. تم استحداث جميع ما يخص الطالب من أساس، من أجهزة كمبيوتر، من بروجيكتور، من كل وسائل التعليم الحديثة تم استحداثها، وكل ده بقى يرجع لاهتمام الشيخة فاطمة بإيه؟ بالتعليم. المدرسة أحسن بكتير، لأن بفضل طبعا الشيخة فاطمة جابت لنا حاجات كتيرة جدا. مستوى التعليم دلوقتي بقى أحسن طبعا من الأول، إنه دلوقتي طورونا كل حاجة، نقدر نعمل مثلا تجارب في المعامل وهنقدر نفهم المعلومة أكثر. كتف إلى كتف، هكذا تقف الدول المتعاونة المتطلعة إلى التقدم.